السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا جماعة، الواحد ما بيحبش يتكلم في موضوع التحكيم ده كتير يعني خالص، ويبعد عنه بشكل كبير جدا يعني، لأن أنت في آراء وآراء مختلفة. بس لما تيجي تقول لي في التعليقات وبشكل كبير جدا إن الهلال اللي بيخدمه التحكيم والبطولات بتاعت الهلال بالتحكيم والهلال بيصعد بالتحكيم، طب تعال بص للمباراتين، المباراة ذهابا وإيابا يعني، معلش يعني نشوف المباراة الأولى اتحسب فيها 3 ضربات جزاء، الواحد ما اتكلمش خالص يعني، قال لك إن الهلال كان في وضع سيء، الهلال ما كانش موجود، مش هو الهلال اللي احنا نعرفه. طب تعالوا نبص النهارده. تبص النهارده للناس اللي فاهمه الكوره اللي بتتكلم على التحكيم. في كوره جت للشهراني بيعملها بدماغه، جت في ايد المدافع بتاع العين الاماراتي مطلعها بايده. دي في اي كلام؟ والفار عادها وجابها، او الحكم اتعادت لينا، بس ما اعرفش اللي قاعدين في اوضه الفار ايه التعليمات اللي عندهم. يعني انا ما اعرفش دي ما اتحسبتش ليه. تاني كورة لمحمد كانوا الكورة في وسط، هيشوط هيسددها، تدخل عنيف على رجل محمد كانو، ضربة جزاء ما اتحسبتش. طيب سافيتش بيلعب الكورة بهده ومتشال خالص ومتشال، الإعادات هي اللي بتجيب لك الكور دي كلها، الإعادات اللي بتجيب لك الكور. للناس اللي بتتكلم إن الهلال بيكسب بالتحكيم وإن البطولات بتاعت الهلال بالتحكيم، طب فين التحكيم النهاردة؟ فين؟ طيب أقول لك إيه، سفيان رحيمي اتحسب ليه ضربة جزاء وفي الإعادة طلعت مفيش، إن دي سفيان رحيمي هو اللي بيحاول إن هو يلمس اللاعب المدافع أو بيخبطه في أي حتة عشان ياخد ضربة جزاء، مش ياخد إنذار حتى. ما خدش ليه إنذار سفيان رحيمي؟ ده بيثبت لك حاجات، إن المباراة الأولانية ضربات الجزاء اتحسبت إزاي؟ وسفيان رحيمي بيلعب على إيه عشان يوصل لإيه؟ دي حاجة. إضاعة الوقت، التدخل العنيف من أول المباراة، ده كله كلام حياتك تتكلم فيه وتتحسب. اي لمسه بقى وضاعت الوقت سيبك منها بقى، لكن انت بقى خلينا ان هو مثلا ادى وقت ضايع ولا وقت بدل ضايع. ولكن شخصيه الحكم ده حكم مباراه قبل كده، مش موجوده النهارده، مفيش تعاون بين الفار وبين الحكم من وجهه نظري. ما انت لما يكون عندك 3 ضربات جزاء على الاقل هتروح تبص في الفار وتقول ليه دي ضربه جزاء، هتبص كده يعني بتاعت الشهراني اللي جت في ايد المدافع اللي مطلعها بايده دي، يعني مش عارف تحسب ازاي. بتاعت محمد كانو التدخل العنيف والراجل هو والجون هيشوطها، وده تدخل عنيف جدا. وبتاعت سافيتش اللي هو شايله بيلعب بالكرة، هيلعب الكرة بهده هيحطها في الجون متشال. الشوط الثاني هو افضل من الشوط الاولاني بكتير. الشوط الاولاني كان الهلال بيلعب بمضغوط بشكل كبير جدا، العين الاماراتي عرف ان هو يخلص الماتش ولا عرف يخلص الماتش. انا من وجهة نظري ان ضربة جزاء واحدة من اللي اتحسبوا دول كان خلصوا الدنيا كلها. الفرص اللي ضاعت برضو عامل كبير جدا، يعني ميشيل ديلجادو جات له كورة 1 2 مع سالم الدوسري تقريبا ودخل الى المنطقة دي تتحط جون. خالد عيسى تألق النهارده وطلع كام كورة، ولكن في كور يعني هي اللي طلعت، يعني بتاعت ميشيل ديلجادو هو اللي حاططها في رجله، هو ما ركنهاش، هو ما حطهاش صح، يعني تترفع شويه تتحط في زاويه لكن ما تتحطش. المباراه كلها النهارده او الشوط الثاني بالاخص اجمل من نادي الهلال، ولكن هو التوفيق وعدم التوفيق، والكوره مش عدم الكوره. والفيديو ده او المباراه دي بقى للناس، انا عندي في ذكرياتي كده في دماغي للناس اللي بتقول ان التحكيم بيخدم نادي الهلال ده كده، معلش يعني انت تيجي بعد كده تقول لي ان التحكيم هو اللي بيساعد نادي الهلال في انه يحصل على البطولات، اقول لك تعالى بص معايا، تعالى راكب معايا ان النهارده ان سبب خروج الهلال السعودي النهارده هو ان سوء التحكيم. التحكيم النهارده فين؟ التحكيم يعني معلش بيشتري الحكم بينه وبين الفار ايه؟ حقيقته على الاقل، على الاقل هيروح يبص على الفار ويرجع تاني يقول لك دي بلن ولا مش بلن، ده اقل ما فيها. اولا لمسه يد، 3 كور يا جماعه ما رجعش للفار، 3 كور ما رجعش للفار، وفي كوره لعلي البليهي كان بيطلب ضربه جزاء ما اتعادتش من اساسه. الاعاده بتوصل لنا متاخر، يعني احنا مثلا احنا بنتفرج على الماتش يعني بتاعت الشهراني الاولاني اللي جت في ايد المدافع العين، جت الاعاده جت متاخر خالص، جت بعد ما احنا خلاص هنقوم من الماتش وهنمشي، ولكن جت مباراه يعني كويسه قدر الهلال انه يعمل ويؤدي، ولكن برضو في شويه حاجات كده تتاخد ممكن نتكلم فيها في وقت تاني، وكنا يعني قدر الله ما شاء فعل. هي دي كره القدم، وإن شاء الله بإذن الله الجاي أحسن بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.